وقع كيفما ذكرت من قبل انني واقف مع السيد هو من الساكنه ديال هذا الحي هذا وفي نفس الوقت نتسنى واحد السيد اخر كليان ديالي يجيب لي شي سلعه وبما انني هنايا نجي نشوف الاخ ديالي نشرب معاه شي كويسه نطلع لك غادي نمشي بحال هادشي سيره الرحيل باش يوقفوا عليا جوج ديال الاشخاص مباشره ملي تزيدت معاهم في الهضره انهم قالوا لي عطيني كارو الطريقة باش قالوا لي نقز واحد تيجاب معايا في الهضرة حتى تنحس بواحد تيجي كراطيني من اللور ها هما جوج ها اللي تيكراطيني من اللور تسلت من هذاك اللي كراطاني من اللور جابت مع هذوك الجوج حتى تنحس براسي كلي تناكل في العصا راسي مني هبط لتحت ما بقيتش عارف اشنو كاين اذا هما خمسة بالضبط خمسة الاشخاص بالضبط لو طوفين تميت غادي هربان انايا غادي للدار تيسميو تيقولوا واش هذاك هو خو البوليسي عطى المو هادي المهم هادي الهضره خيبه اللي كاينه ذكروا السميه ديال الاخ ديالي ما فهمتش ما عرفتش انا بالضبط دابا حاليا انا باقي مشوك كاينه ضربه هنايا كاينه ضربه هنا كروشي هنايا وفي الانف ديالي خمسه جوج تعرفت عليهم مباشره وثلاثه اخرين ما نقدرش نتعرف عليهم اخيرا تنطالب بالامن الوطني ياخذ لي حقي يحط شويه من هذا الاجرام هذا انا ماشي خارج من الدار يلاه جاي عند الاخ ديالي باش غنطلع عنده غادي نشوفه وغادي نمشي بحال هادشي.